وأن يكونوا قادرين على مغادرة غزة إذا رغبوا في ذلك. ومن جانبها حماس لا يمكن لها أن تبقي جميع المواطنين الرهائنة لديها. إذن الوصول الإنساني وحماية المدنيين واحترام القانون الإنساني. هذا هو الأمر الملح، يجب أن نركز على الجانب الإنساني، ولكن بالتأكيد الأمر دبلوماسي أيضا. دبلوماسي بشكل ملح. وينبغي أن نعمل كل ما نستطيع لتفادي التصعيد، وقد ناقشت ذلك مرارا وقلت أن هذا هو السبب الأساسي الذي جعلني أنتقل إلى الشرق الأوسط للمساهمة في تفادي التهاب الوضع في المنطقة بكاملها. فرنسا إذا تعكف منذ اليوم الأول وتضاعف الاتصالات مع الجهات الفاعلة في المنطقة وشركائها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أيضا، وهي توجه كافة الرسائل الضرورية وتتمنى أن الرسائل التي توجه أن تتلاقى وتهدف إلى بلوغ هذا الهدف. ومن أجل ذلك أيضا زرت لبنان هذا اليوم، جئت إلى هنا للتذكير بارتباطنا بلبنان والتذكير أيضا بدعمنا لاستقرار لبنان، وكذلك لأقول أيضا وأقول بكل وضوح بأنه لا يمكن لأي جماعة أن تعتقد أنها يمكن أن تستفيد من الوضع الراهن. هذه الرسالة واضحة. من جانبهم المسؤولون اللبنانيون يتحملون أيضا مسؤولية بهذا الصدد لتفادي أن يجر لبنان رغم إلى هذا الوضع. أيها السادة والسيدات، الوقت هو وقت تحمل المسؤولية والتعقل والسيطرة على الوضع أيضا، أي تصعيد يتم بطريقة متعمدة أو لا دون ترتيب لن يفيد أحد في العالم العربي وخارج هذه المنطقة أيضا. وفرنسا تأخذ هذا الوضع على محمل الجد بشكل كبير، وهي وفية لموقفها ولن تدخر أي جهد لتفادي التصعيد واستعادة الأمن، لأنه ينبغي أن يكون هناك أفق سلام لأمن الجميع. إذن هذه بعض الرسائل التي رغبت في توجيهها بعد المباحثات التي أجريتها مع عدد من المتحدثين للتعبير عن هذا القلق وتوجيه هذه الدعوة بتحمل كافة المسؤولية. يجب القيام بذلك والقيام بذلك الآن بطريقة متضامنة، وأن كافة جهودنا يجب أن تهدف إلى بلوغ هذا الهدف. ربما لديكم بعض الأسئلة تودون طرحها، سأكون جاهزة للرد عليها باختصار لأنه علي أن أنتقل إلى بلدك. سيدتي رغبت في طرح سؤال قبل قليل، وعدتك بأن أتلقى سؤالك هنا، تفضلي. ليس هناك إدانة للجزائر، عفوا المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين في غزة.